طيب كابتن صبري المنياوي مدير الكره بالنادي الاسماعيلي صعد يعني ثنائي الفريق محمد فوزي وعماد حمدي لاعب وسط الفريق بعد احداث مباراه الجزيره الاماراتي في البطوله العربيه واللي انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل لا شيء، ولمجلس الاداره طبعا برئاسه المهندس ابراهيم عثمان يعني في كده تصرف معاهم بعد ما تغيبوا عن التدريبات.